إيلون ماسك قصة فريدة ونجاح لافت، فمن العجز عن شراء شقة إلى أغنى رجل في التاريخ، حيث يقترب الملياردير الأمريكي حالياً من حصد لقب أول تريليونير يعرفه البشر، بعد أن قفز صافي ثروته إلى 289 مليار دولار بزيادة بلغت 36 ملياراً عما كانت عليه في اليوم السابق. والسبب هو ارتفاع سهم شركة تسلا التي يملكها بعد اتفاق لشراء 100,000 سيارة منها، حتى أن تقرير برنامج الأغذية العالمي قال إن 2% فقط من ثروة ماسك تكفي لإطعام جوع العالم. وتتميز توجهات ماسك الاقتصادية بالفرادة، حيث مجالات السيارات الكهربائية وصواريخ الفضاء، فضلاً عن البطاريات الشمسية واستعمار المناطق الكونية خارج الأرض، ما جلب لمؤسساته استثمارات ورؤى إبداعية على مستوى العالم، حيث لا تنحسر أفكاره في المجالات الوطنية أو القارية، ما جعله يتجاوز مستهدفات أي شركة من حيث عدد وحجم الأسواق عالمياً. وبدايات ماسك لم تكن سهلة، عندما بدأ في أواسط التسعينيات حينما أسس شركة برمجة تقوم على التطوير والتسويق الإعلامي بتمويل من مستثمرين ماليين، حينها كان عاجزاً عن شراء شقة سكنية، لكن بعد 4 سنوات من النمو والتطوير بيعت الشركة ب300 مليون دولار، كانت حصة ماسك منها 22 مليون.